يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حب المدح والثناء من الناس مذموم على كل حال؟ مع نعم مذموم على كل حال. ما يحب الإنسان أن يمدح، أن يثنى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأن هذا يرفعهم يغرهم بأنفسهم. الإنسان يرى نفسه مقصرا ويرى أنه أقل من غيره ويرى ما يرفع نفسه. نعم.